ثلاث اهداف مقابل هدف في البارك دي برانس البارح. منتصر الطالبي اللي قاعد يعمل في موسم استثنائي مع فريقه لوريون، عاشر ليغ 1 البطوله الفرنسيه. منتصر الطالبي ايضا قاعد يحقق في ارقام حتى مدافع ممكن في البطوله الفرنسيه ما حققها على الاقل في العشريه الاخيره. منتصر الطالبي تصوروا 33 مباراه، 33 مباراة شارك فيهم مع فريقه في البطولة، في البطولة الفرنسية، و33 مباراة ما خذا فيهم حتى ورقة صفراء وحتى ورقة حمراء. يعني باش يكون مدافع نعرفه متعرض للأوراق وخاصة للأخطاء، يعني باش يكون مدافع وما تعملش ورقات صفراء ورقات حمراء في منتصر طالبي. دونك قاعد يعمل في موسم كبير مع فريقه، 24 سنة للمدافع هذايا، لاجون نتاعو اللي خرجوا من تونس من الترجي الرياضي التونسي هو اللاعب الدولي السابق حسين الراقد، قاعد يخدم معه في خدمة كبيرة، واليوم قيمته التسويقية منتصر الطالبي وصلت 5 مليون أورو.